تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، نستمع ونرى الآن هذا القصف المتجدد الذي لا يفارق سماء غزة، وكما تقول المؤسسات وكما يقول الهلال الأحمر الفلسطيني، لا يوجد مكان آمن الآن في القطاع. ما ردود الفعل الإسرائيلية الآن، وما الذي يقال حول ما يحدث؟ هذه هي فلسطين، يعني نحن نتنفس شهيد تلو شهيد على كل الأصعدة، سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة التي تشهد توترات منذ اللحظة الأولى يعني الإعلان عن هذه الحرب. هنالك آليات وجرافات عسكرية الآن في طريقها إلى مستوطنات غلاف غزة، هذا ينذر ويدلل على أن لربما الحملة العسكرية البرية التي قالت يعني جنود الاحتلال بأنها تنوي البدء فيها، لربما هنالك دلالات تؤشر أنها ستبدأ في الفعل في هذه الحملة العسكرية البرية على قطاع غزة، وهذا يعني توسيع نطاق الهجمات على القطاع. وهذا ما أكده جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قوله الآن بأنه سيكون هنالك هجمات شديدة يعني بكثافتها على مستوطنات على قطاع غزة، وبأنه سيكون هنالك استهداف متواصل لهذه الحركة الإرهابية، وكان يقصد بهذا حركة حماس. عقب هذا التصريح الأخير لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، شاهدنا مناطق عديدة في القطاع كانت قد قصفت شمالا وجنوبا وشرقا، هنالك بعض المناطق التي لم تستطع حتى الانسحاب قبيل بدء هذه العمليات والغارات الجوية بسبب كثافة هذه الاعتداءات. قبل قليل ورد خبر عاجل أيضا يؤكد بأن يعني سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هي التي أعلنت مسؤوليتها عن يعني التسلل وعن الاشتباك في الحدود الشمالية، ولا دخل لحزب الله في هذا. هذا يعني أن فصائل وفصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، نتحدث عن الجهاد الإسلامي، بدأوا بالفعل في التحرك هناك، وهذا ما دفع يعني وزارة الأمن الإسرائيلية إلى الطلب من سكان مستوطنة كريات شموني بأن يكون هنالك التزام في منازلهم وعدم الخروج إلى الأماكن المفتوحة في القرب من مناطق الجليل، في جبل الشيخ والعديد من هذه المناطق والحدود الشمالية. عدا عن ذلك يعني صفارات الإنذار ضوت في مدينة القدس، أصداء وأصوات الانفجارات كانت كبيرة جدا في وقعها على الأرض وفي مسامع سكان هذه المدينة. نحن نتحدث أن حيث أقف الآن في القرب من هذه المناطق في جبال القدس الغربية، كان هنالك انفجارات ضخمة شهدتها العديد من ما مصدر هذه الانفجارات دانا؟ يعني بالفعل الأخبار كانت تقول أن هناك انطلاق لصفارات الإنذار وسماع ضوئي انفجار قوية حول القدس، ما مصدر ما حدث؟ نعم، نتحدث عن هنالك رشقة صاروخية كثيفة كانت قد انطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في مدينة القدس وتل أبيب، وكذلك كان هنالك صفارات الإنذار التي دوت من المكان. وكنت أتحدث أن هنالك العديد من الإصابات، وصلت إلى 9 إصابات في مدينة القدس وحدها، من ضمن هذه الإصابات منها إصابتان خطيرتان تم نقلهما إلى مستشفى هداسة عين كارم في القدس المحتلة. كانت هنالك 7 إصابات في مستوطنة بيتار عليت، هذه المستوطنة المقامة على الأراضي الفاصلة ما بين القدس وبيت لحم أي جنوب القدس المحتلة. كان هنالك سقوط صواريخ واندلاع للنيران في المباني وفي جبال القدس الغربية، تحديدا في منطقة في عين رافة، في أبو غوش. دانا، وأنت معي الآن يتجدد القصف على قطاع غزة، تتجدد أو يتجدد أصوات ضوئي الانفجارات، وأنت معي الآن على الهواء يتجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة. إذن هي مجازر ترتكب في حق المواطنين في قطاع غزة الآن، ولا أماكن آمنة، والقطاع من شماله إلى جنوبه يتعرض للقصف الإسرائيلي. جيش الاحتلال يواصل غاراته الجوية المكثفة على القطاع، قطاع غزة. أكمل يا دانا، أنا معك. كنت أتحدث عن مجمل الإصابات في مدينة القدس، تحدثت المصادر العبرية عن 9 إصابات، 7 منها كانت في مستوطنة بيتار عليت إلى الجنوب من القدس المحتلة. من ضمن هذه الإصابات إصابتان خطيرتان تم نقلهما إلى مستشفى هداسة عين كارم في القدس جراء سقوط هذه الصواريخ على العديد من المناطق، سواء القرى الفلسطينية
أو حتى على المستوطنات الجاثمات على أراضي الفلسطينيين في جبال غرب القدس المحتلة. نتحدث أن هنالك يعني أيضا في مدينة القدس بعض المرات كان فيها سماع صوت انفجارات، ولكننا يعني ونحاول توصيل هذه الصورة بسبب الأوضاع كلها. نتحدث أن كان هنالك كما ذكرت سماع أصوات انفجارات في العديد من المناطق، ولكن لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، وهذا ما يدلل على قصور القبة الحديدية في أداء مهامها، وهو ما تفتح فيه المنظمات والمؤسسات الأمنية العسكرية تحقيقا في قصور ومدى قصور هذه القبة الحديدية في تفعيل صفارات الإنذار. نتحدث أنه من المتوقع أن تكون هنالك رشقات جديدة على مدينة القدس. كنت قبل قليل وحتى الآن أستمع إلى الطائرات الحربية التي تحوم في فضاء وفي سماء المدينة المحتلة. هذه الطائرات الحربية جزء منها مساند للطائرات الحربية العسكرية التي تتجهز أيضا لأي غارات على قطاع غزة أو على الحدود الشمالية، وبعض هذه الطائرات تقوم بنقل المصابين من مستوطنات غلاف غزة إلى مشافي القدس بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في هذه الحرب إلى أكثر من 2661 إصابة في صفوف المستوطنين. والحديث طيب دانا مرة أخرى بخصوص الأرقام، أريد منك أرقام رسمية بخصوص المصابين وكذلك القتلى في الصفوف الإسرائيلية حتى الآن. نتحدث أن المصادر الرسمية تقول أن هنالك مصادر رسمية من وسائل إعلام رسمية أتحدث الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لم يعلن عن العدد الكلي، بل قال عن عدد إصابة جنوده أو حتى قتلى في صفوف جنوده. العدد الكلي حسب المصادر الطبية وزارة الصحة الإسرائيلية والإسعاف الإسرائيلي وهيئة البث الرسمية تتحدث عما لا يقل عن 800 قتيل في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال. كذلك الحال تحدثت ذات المصادر عن أعداد المصابين والتي وصلت إلى 2661 إصابة، من ضمنها ما يزيد على 370 إصابة في حالة خطرة جدا حرجة جدا. هذا يعني أنه من المرجح أن ترتفع أعداد ويرتفع أعداد القتلى الإسرائيليين جراء استمرار سواء الاشتباكات المسلحة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين القوات الإسرائيلية المتواجدة في مستوطنات غلاف غزة، أو باستمرار هذه الرشقات الصاروخية التي يعني وفق محللين عسكريين سياسيين إسرائيليين يقولون أنه واضح أن هنالك تطوير في العدة والعتاد المستخدمة هذه المرة في هذه الحرب، بسبب أن هذه الصواريخ بالفعل تقوم بالإيقاع في إصابات، وليس فقط أنها تسقط في مناطق مفتوحة، بل هنالك المئات من المباني التي دمرت بشكل كامل وعلى رأسها في مستوطنات أجدود، عسقلان والزيروت. الزيروت التي كانت من أكثر المستوطنات تعرضت لهذا القصف، والاشتباكات المسلحة ما زالت سارية هناك. نتحدث أن حتى هذه اللحظة تقوم قوات جيش الاحتلال بإخلاء أجلاء سكان غلاف قطاع غزة، ونتحدث أنه تم إخلاء منذ ساعات الصباح الباكر عما يزيد على 15 مستوطنة، والعمل يجري يعني متواصل لإخلاء كافة 24 مستوطنة الباقيات في غلاف غزة. كذلك الحال هنالك طلبات سواء للمستوطنين في القدس المحتلة وفي هذه المستوطنات، أو حتى في كريات شمونة في الشمال والحدود الشمالية، أو حتى نتحدث عن تل أبيب ووجدان تحديدا، أن هنالك طلب وإلزامات وتعليمات عسكرية إسرائيلية بضرورة الالتزام في البيوت. في مدينة القدس بعد سماع صفارات الإنذار تم فتح الملاجئ في مستشفى هداسة عين كارم وفي المناطق القريبة التي سقطت فيها هذه الصواريخ. عدا عن ذلك نتحدث أن هنالك تعطيل للعملية التعليمية في داخل المستوطنات لليوم أيضا ويوم غد، وسيكون هناك تعطيل لكافة الأعمال والأشغال. كذلك الحال اليوم من اللافت لهذه الأمور ولهذه الرشقات الصاروخية ما حدث في مطار بن غوريون مطار اللد الدولي، حيث سقطت رشقات صاروخية كثيرة هناك ما أدى إلى حالة الظهر. كذلك الحال وصلت هذه الرشقات بالقرب من البرلمان الإسرائيلي المعروف باسم الكنيست الإسرائيلي، وشهد حالة من الذعر والخوف، وتم إطلاق هذه الرشقات الصاروخية تزامنا مع اجتماع لمجلس أمن الكنيست، وهنالك كان يعني لجنة أمنية في الكنيست تعقد اجتماعا، ففي ذات التوقيت كان هنالك رشقات صاروخية طالت الكنيست الإسرائيلية في رسالة مفادها من قبل المقاومة الفلسطينية أن المقاومة الفلسطينية قادرة
على أن تصل إلى إسرائيل في عقر دارها، سواء في المؤسسات الحكومية الرسمية كالكنيسة وهذه المناطق والمناطق القريبة من مكان سكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيت رئيس الحكومة الإسرائيلي وبيت الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ، وأنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب هذه المدينة الصناعية. وكل هذا أدى في طبيعة الحال إلى خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي، حيث تراجع الشيكل مقابل الدولار، ما اضطر إلى يعني صرف 30 مليار دولار في الأسواق المالية. نتحدث أيضا عن تعطيل كما ذكرت العملية التعليمية الدراسية الأعمال والأشغال في كافة المستوطنات، عدا عن ذلك تحويل التعليم من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد. أما على أرض الواقع نتحدث عن مفاريس حديدية، عن تضييق الاختناق وعرقلة دخول المواطنين الفلسطينيين إلى كثير من أحيائهم. شهدت مدينة القدس العديد من المواجهات، أدت كل هذه المواجهات إلى ارتقاء 4 شهداء على حاجة هولندا شمال القدس المحتلة. طيب دانا، يعني بعد وضحت الصورة إلى هنا، يعني بشكرك شكرا جزيلا. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من القدس المحتلة.